السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم رعد عيسى بحر من الأردن، أبو عبد الله. حكينا عن فوائد العملية فيما بعد العملية ومضاعفات الطيبة، اللي هي سرعة القذف بتختفي، زيادة الانتصاب، بصير عندك انتصاب طبيعي ولذة طبيعية ونشوة وحرارة طبيعية، وهذا بفضل الدعامة وثم وجود النسيج الكهفي. هذا اللي بيخلينا نقول الزراعة خارج النسيج هي الصح، مش داخل النسيج وهريان النسيج والاستغناء عن النسيج. وبرضو من إيجابيات الدعامة هذه، أنا ما صارت معي لأنه أنا عندي العضو الذكري طبيعي، الشكل والانتصاب والطول والكذا طبيعي، ولكن من خلال لما عملت العملية، أنا قلت لكم قعدت 39 يوم في مصر، شهر 9 أيام تقريبا، ف حتى 40 يوم، لأنه شهر 8 كان 31 يوم و9 40 يوم. ف من خلال معرفتي في 39 يوم هذول، على 4 أشخاص تقريبا عملوا العملية هاي، ولكن الله يجزاهم خير مش راضين. أنا امبارح حكيت معهم إنهم يعملوا فيديو زيي، لأنه صار لنا سنة إحنا كلياتنا عاملينها في نفس التاريخ، فأخذنا أرقام بعض أيام هذا الحكي بسبعة ثمانية وثمانية ثمانية الـ21، وظلينا نتواصل نطمن على بعض. وما شاء الله عنهم، وضعهم توب واحسن مني وزي نفس الشيء، بل يمكن نفسياتهم هم احسن، ان هم اصلا كانوا في منهم 2 كانوا عزبان مش متزوجين، بسبب الضعف الجنسي اللي عندهم والعجز الجنسي كانوا مش مقدمين على الزواج، وتزوجوا الحمد لله. واحد عنده طفل والثاني زوجته قربت تخلف الشهر هذا، الشهرين الجايين، يعني نهاية شهر 11 تكون مخلفة من بعد العملية، شباب بالثلاثينات من عمرهم. كان 2 من هذول الأشخاص عانوا من مرض اسمه البيروني. البيروني اللي هو اعوجاج القضيب، سواء إما القضيب بتلاقيه للأعلى هيك ملتوي أو للأسفل أو على الجنب أو كذا، انحناءات التواءات فيه، وهذا مرض اسمه البيروني، هو عبارة عن ألياف في نفس القضيب. هذا البيروني بيأثر على الانتصاب، بيسوي آلام مع الانتصاب إذا ما أثر على الانتصاب. فحلوله 3 علاجه، يعني إما بظل على ما هو بثبت هيك خلص وما بيأثر لا على انتصاب ولا بيعمل آلام أثناء الانتصاب، إما بيزيد مع الزمن البيروني لغاية ما يشطب الانتصاب، كمان بيسوي عدم انتصاب، مش شرط عدم الانتصاب بس من السكر البيروني بيسوي عدم انتصاب كمان، إما مع الزمن بتحسن. فحله 3 حالات، إما بيختفي مع الزمن، إما بثبت عمه مع الزمن، إما بيزيد وبأثر على الانتصاب مع الزمن. فعملية هاي الدعامة يا إخوان، المرنة الصلبة اللي هي المرنة، هي مش الهيدروليك، المرنة هاي بتساعد في البيروني، بتخلي البيروني شبه يختفي كمان، وموقف أثاره والألياف وكله هذا يروح، لأنه أثناء عملية الدعامة إذا في بيروني أو في التليفات بروح. والمهم إنه نحافظ على النسيج يا إخوان، أنا برجع وبكرر، نحافظ على النسيج ونركب الدعامة المرنة هاي اللي هي الصلبة، الأنبوبتين مش المضخة. هاي المضخة يا إخوان مؤذية، وأصلا في الأصل من فات قديم متاه زي ما بيقولوها. اول اكتشاف للدعامه هاي في الستينات كانت اللي هي المرنه، حاليا كانت اللي هي الصلبه، وصارت المرنه نسميها مرنه لسهوله ثنيها الى الاعلى والى الاسفل وعلى الاجناب الحوض. ف اللي خلاني اقول لكم الكلام هذا بالنسبه للبيروني، عدم الانتصاب مش شرط بس انه من السكر يا اخوان، او عامل نفسي او سحر، برضو البيروني اللي هو الانحناء القضيب للأعلى أو للأسفل أو اليمين أو اليسار، هذا التليفات هذا برضو إذا لم يتوقف البيروني عند حد معين، أو إذا لم يختفي مع الزمن بل زاد، يؤثر على الانتصاب. فمن الأعمال الجراحية الدعامة، تركيب الدعامة بقضي على البيروني إن شاء الله، وبنصحكم في الدعامة المرنة هذه، موجودة وهي موجودة، الهيدروليك موجودة وهي موجودة، علما الهيدروليك أغلى بأضعاف، ولكنها مش نفس الهاي. انا انعرضت علي، وكثير من 10 11 دكتور شفتهم في سوريا في مصر وفي الاردن وفي العراق رشحوا لي هاي اللي هي ام المضخه، اللي هي من 3 قطع تركب لها، اللي هي الدعامه نفسها البالونيه الفاضيه هاي، مع الخزان مع المضخه اللي في الخصيه، والخزان اللي بركب اعلى البطن. فما بنصح فيها يا اخوان، مشاكلها كثيره، والكل كان الدكاتره يحكوها، على ما يبدو انهم الدكاتره اللي رشحوا لنا اياها بعرفوش الا الطريقه هاي، لانه على اعمارهم كانت هي هاي اللي نازله وتعلموا عليها يمكن. عشان هيك بنختار الطبيب القديم، وهذا من اسباب اختيار الدكتور محمد عبد الشافي، يعني عمره العملي ضعف عمرين للاطباء اللي انا رحت عليهم، مع احترامي للجميع. فيا اخوان بنصحكم بالدعامه المرنه، لانه هي الاصل. الدعامه الهيدروليك ما لهاش كم سنه، يعني 20 30 سنه،
بينما من الأصول هي الدعامة المرنة اللي كانت، ولكن نزلت هاي لسهولة التحكم في تنفيسها ونفخها إنه القضيب ما يضل ظاهر. فنزلت هذه الدعامة الصلبة، تطور العلم فيها وصارت تمتني إلى الأعلى وإلى الأسفل وعلى اليمين وعلى اليسار، سميت بمرنة. وجزاكم الله خير، وتمنياتي للجميع بالشفاء، وأسأل الجميع إنه لا يسكت على نفسه ويضيع لذات الحياة الطيبة في هاي المرحلة العمرية قصيرة إحنا رايحين. فاقدموا على العملية وتابعين البيروني، أبشركم حلكم سهل إذا مشيتوا في هذا العلاج. إذا ما مشيتوا في علاج البيروني من أولها يا إخوان، مع الزمن بيزيد البيروني وبيأثر على الانتصاب لغاية إنه بيعمل شطب في الإنسان. وحل البيروني الدعامة. السلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم جزيلا، وآسف للإطالة في فيديوهاتي، وأشكرك دكتور محمد عبد الشافي، وإن شاء الله في ميزان حسناتك وصحيفتك كل إنسان أنت عملت له هاي العملية ونصحته فيها، لأنه هيك تتكاثر الأمة وبقدم الناس على الزواج، وببطل في حالات طلاق وشتات للأطفال إذا في أطفال. وشكرا شكرا للجميع، وأنا مستعد لأي استفسار، وحتى اللي عنده استفسار وشاك في أقوالي وبده على الخاص على الواتس أصور له فيديوهات لنفسي، كيف وضعي أنا حاليا، كيف شكل القضيب، كيف القوة الجنسية. وأنا عندي محتفظ من تاريخ سبعة من تاريخ 8/8 ال21 لغاية 4 شهور بعد العملية، وأنا كل يوم كنت أصور لنفسي فيديو أثناء مراحل العملية، وهو أنا بغير لنفسي عن العملية ومنظر القطب. ويا إخواني اللي بقول لكم الدكتور بدي أركب لكم الدعامة من أعلى القضيب، إياك ثم إياك، الدعامة تركب من أسفل القضيب من فوق كيس الخصية، وهي عبارة عن قطبتين أو ثلاث. واللي بده فيديوهات لهذا الكلام أنا عندي إلي شخصي على الواتساب على الخاص ببعث له إياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.